من أحسن ما يبدأ به الكلام عطر سلامة. رسالات الله ويخشونه رسول الله. هو نبي الرحمة والتواصل والأخاء وعطر التسامح والتعاطف. فحتى تشريفه للدنيا لم يكن هناك فرق بين الأسود والأبيض، ولا النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، وأنه حرصه عليهم فاق كل الحرص الذي نتوقعه. نور نور الدنيا نور مولدك، زدانت الموصل نور، زدانت المعمورة نور. نور نور الدنيا نور مولدك يا شريعة مكملة وبيها اعتقدنا، هلا بميلاد سيدنا وسندنا. اليوم وبرعاية مديرية بلدية الموصل يقام هذا الحفل على أرض مدينة الموصل بحضور نخبة من علماء الدين وضباط المدينة، مجموعة من أسر وعوائل مدينة الموصل، وحضور غفير. إن شاء الله مدينة الموصل تعود كما كانت، ولبلدية الموصل دور كبير في هذا الأمر إن شاء الله، ماضين كمدينة الموصل إلى الأمام لتعود مدينة الموصل كما كانت في مصاف وفي طليعة مدن العراق إن شاء الله. حقيقة الوجوه هي حقيقة تعبر عن الفرحة اللي يعيشوها الناس. يمكن احتفالات هذه السنة كانت متميزة تختلف عن الاحتفالات الأخرى. هذا رسالة إلى كل العالم، حتى في بلدنا، أنه الموصل حقيقة نفضت الغبار ونهضت واستعادت مكانتها وألقها، وتعيش اليوم حقيقة بتألق وبكل الجوانب الثقافية والعلمية. موصل اليوم تشهد حركة أعمار كبيرة، الحمد لله والشكر إن شاء الله. الموصل والأهم من هذا، هناك مستوى عالي من الأمن بجهود أبناء القوات المسلحة بكل صنوفها. هذه الاحتفالات بهذه المناسبة العطرة والكريمة التي تمر على جميع المسلمين في جميع العالم، هي كانت سنوات كثيرة منعت هذه الاحتفالات داخل مدينة الموصل، وخلال سيطرة عصابات داعش الجرامية على المدينة منعت بالكامل من الاحتفال بمولد سيد الخلائق أجمعين. واليوم بفضله تبارك وتعالى وتحية مدينتنا على يد القوات الأمنية البطلة بكافة صنوفها، اليوم عادت هذه الاحتفالات لتزين مدينة الموصل، الاحتفالات في المساجد والجوامع، في الطرقات العامة، في الأماكن، لكن في جميع ما موجود داخل مدينة الموصل تقام هذه الاحتفالات. هذا يعطي الوصول العالمي أجمع أن هذه المدينة هي مدينة المحبة والمودة والسلام، مدينة التعايش السلمي الذي كان بينها. نقول العالم أجمع اليوم بفضله تبارك وتعالى والفضل الأمن والاستقرار داخل المدينة سيعود إلى ما كان عليه سابقا. حقيقة ما قامت به بلدية نينوى في هذا المساء المبارك وهذه المناسبة السعيدة المباركة لقلوبنا، وأتذكر من الطفولة، لأن أنا ابن الموصل ابن باب البيض، نتذكر هالاحتفالات كلتنا كنا نحتفل بيها. هي بالحقيقة مناسبات تجمعنا، تجمع القلوب، تجمع البشر، وإحنا إخوة بالإنسانية، والديانات يجب أن توحدنا، لأن هي تهدف بإيصال الإنسان إلى أخيه الإنسان وإلى خالقه الله سبحانه وتعالى. وإن شاء الله أهل الموصل معروفين بهالبادرة الجميلة، ولا نعرف منه هذا ولا هذا الله، الكل يحترم البعض. فهالأيام إن شاء الله ترجع وهالمناسبات توحدنا أكثر. حقيقة إحنا كشعب مسلم وكمسلمين دائما نستذكر هذه الأيام، هي أيام عزيزة على قلوبنا كمسلمين، هي مولد الرسول الأعظم محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. الحمد لله اليوم بحضورنا هذا المدينة تعم بالخير والأمن والأمان، وأكيد البناء اللي حدث والتطور في هذه المحافظة أيضا كان لنا فخر به في هذا اليوم. فإن شاء الله الله يعود هذا اليوم على الأمة الإسلامية وعلى العراق وعلى مدينة الموصل بألف خير. شرفنا هذا اليوم بحضور الاحتفالية الكرنفال الديني الذي أقامته مديرية بلدية الموصل. طبعا نشكر القائمين على هذا الاحتفال وعلى رأسهم الأستاذ عبد الستار حبو مدير بلدية الموصل. وبهذه المناسبة نقدم التهنئة إلى العالم الإسلامي بشكل عام وإلى شعبنا العراقي وأهلنا في محافظة نينوى، وكل عام وأنتم بألف خير.